مشاهدينا الكرام أو في قناة الهداف، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم مواهب ديزاد. هذا العدد وكالعادة سنتحدث فيه عن موهبة جزائرية صعيدة اخترناها لكم هذه المرة من فريق اتحاد الحراش، هو المهاجم محمد بوكردوح. تابعوا معنا هذا العدد لاكتشاف هذه الموهبة. محمد بوكردوح 22 سنة، من مواليد 1998 بسطيف، مدينة بولاية سطيف، لاعب اتحاد الحراش. المنصب ديالي هو مهاجم ايمن ولا ايسر، لعب لي دو بي. كيفاش كانت البداية محمد بوكردوح مع بارتو؟ البداية ديالي كانت بديتها صغير، انا بديتها 8 سنين 7 سنين كنت لعب في الحومة هكذا منه، حتى وين جا شافوني ناس هكذا يا ولاد حومة، فكنت نسكن في رويبا كي كنت صغير. كي نكون نلعب كذا يحكموا بابا، قالوا شما يقولوا له لازم تدخلوا في ايكيب باش عنده لي كاليتي. ما صغير عنده موهبة في كرة القدم. كما كان الحال داني بابا سينيالي في ويدا درويبا، كنت صغير بديت تما المشوار ديالي في الاصناف في لي كاتيجوري جان صغار هذوك، بديتها تما ايطاب بار ايطاب، رحت غير بالعقل. جوست عند بزاف لي زونطرينور تما اللي شغل تعلمت منهم بزاف، ومن بعد بالعقل حتى وين عامين الاخر مينيم اتصلوا بيا المسيرين تاع نصر حسين داعي. في هذاك العام في الصيف كي اتصلوا بيا جا هضر معايا لونطرينور اللي كان حاكمني في رويبا رضا سبع، قال لي لازم تروح شغل طلع النيفو ديالك، تروح لنصر. ماشي المستوى اللي كنت نلعب فيه، وكان عندي عار ثاني من الحراش وانا صغير. كنت رحت فضلت نصر حسين داعي، رحت لتما كان اونترينر مراد ميغاري تاع ديك لاكاتيغوري، شافني فدرت لي دي تيست كيما قال لي الجوار. شافني نهار الاول اللي شغل درنا سيكس هكذايا، نهار الاول اللي شافني فيه ديريكت جاب لي الدوسي، قال لي انت راك معايا، قال لي سما سي بون سيني لك هنايا، تبقى معايا تلعب معايا تخدم معايا. قلت له صافي بليزير، بديت نونطريني. من بعد حتى صرا لي واحد المشكل، مراد ميغاري هذا تنحى، صرا لي مشكل شغل جا اونطرينر واحد اخر قال لك شغل هادو لي ريكريتمون جدد ما يلعبوش، يلعبوا لي زونسيان. ما فهمتوش انا كيفاش. من بعد حبست مده شهرين وانا حابس هكذاك، شهرين وانا حابس كنت نقرا برك. الوالده كانت واقفه معايا تقول لي ما تقلقش، الناس لونطوراج ديالي كاع يقولوا لي ما تقلقش كذا منا. حتى وين جا زاد تبدل اونطرينور، جا اونطرينور واحد اخر، لا عيط لي كاين دي جوار شغل صحابي كانوا قراب ليا، شغل هضرتهم علاش حبست انايا، بس كنت نمد لهم البلوس نعاونهم كنا نربحوا. كان لاعب مليح كان معنا كان معنا وحبس. اتصل بيا هذا الاونطرينور قال لي لازم تجي، هضر مع بابا، هضر مع الدار تاع دارنا كومبلي، قال لهم لازم تبعتو وكذا. وانا كرهت هذيك الفارق، شغل من هذيك الحقره اللي شغل تعرضت لها. عاود وليت كذا منا وطرينيت معاه دو سيونس، قال لي انت لازم تجي تلعب، قال لي دوك نوجد لك لا ليسونس ديالي لازم تجي تلعب باسكو عجبتو. قال لي علاش حبسوك وعلاش كذا، حكيت له. لعبنا هذيك لا سيزون، ماركيت درت سيزون شابه. كي خلاص هذيك لا سيزون
نورمالمون نكون اي 18 راك فاهمني. رحت روطار انايا بداو ديجا كانوا داروا واحد 3 سيونس ولا رحت روطار لقيت كلش تبدل اونترينور جديد دي تي اس جديد راك فاهم شغل تعرضت لحقره كبيره شغل ما خلاونيش شغل ما حبوش يشوفوا الامكانيات ديالي راك فاهم وانا غاضتني شغل ما مورالمون تكون شغل ماشي نورمال مديموراليزي كاع راك فاهمني. ومن بعد كان عندي اتصال في اتحاد الحراش كاين واحد المدرب جيت عنده لهنا اي 18 وهذاك لونترينور اللي جيت روطار في نصر حسين دايب 3 سيونس شافني واقيلا سياني سامينيت ولا ديمينيت ما تذكروش اسمه على كل حال مي شغل الناس قاع تغلط على بالي بلي غلط وانا فاش عجبني هذا لونترينور ومانيش شايد عليه الحقد ولا عفسه فاش عجبني شغل مور ما حس بلي غلط كي داروا لي مات جا هضر معايا وقال لي اسمح لي وليدي وما كاش لي ما يغلطش والعام الجاي نعاود نرجعك وكذا ومن صافي بليزيرك شغل كي جا تهدر مني شغل نسيت كلش واش صرا لي فهمني. تما بديت مع فريق اتحاد الحرب ك دي 18 اي 18 كنت اي 18 ومن بعد بديت في الحراش ثاني حكمنا اونترينر بشير حكمنا خدمنا معاه اونترينر شغل كيفاش نقول لك كان شغل كان قريب بزاف لي جوار مداصرهم يورينا بزاف حفايز شغل تعلمت منه بزاف مالغري صغير هو صغير كان صغير في السن بصح تعلمت منه بزاف شغل ديفلوبيت بزاف عفايس كملنا هذيك لا سيزون في في, في 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 الوسط على لا سيزون طلعت اي 19 شغل ماشي ما ريحش لعب في لا كاتيجوري ديالي طلعت اي 19 كي خلصت هذاك العام زاد اتصل بيا فيس العربي اللي كان دي تي اس في اتحاد الحراش قال لي لازمنا تتريح معنا وراح نديرو بروجي ونفورميو لي جان ونطلعوهم اون سينيور كدا منا ريحت نخدم ريحت في الحراج ديسيديت نريح بيسك هاد الفريق هو اللي شغل عاوني بزاف. العام اللي مورا حكمنا اونترينور اسمه جعفر حكمنا لهنا اسبوار هذاك هو العام الاول اسبوار كاتيجوري ديالي الاولى اسبوار لعبت هذاك لونترينور كيفاش نفهمك درنا واحد الجروب لي جامي شغل عشت هذاك الجروب اللي كنت فيه كانت عندكم مجموعه بزاف مليحه كانت الاخوه كانت بز كانوا بزاف لعابين دوكا كاين بوشميته في بليده كان حميده في تاجنت كان بوسيالة معايا في الحراس سيدي علي علام كانوا بزاف لعابين اللي شغل ديفلوباو ثاني داو من هذاك المدرب درنا جروب عاوننا كيفاش نقول لك تعلمنا بزاف عفايس منه تعلمنا هذاك لي سبري دو جروب تعلمنا لا ديسيبلين تنوض في الوقت ترقد في الوقت راك فاهمني مام بريباراسيون ديالو في ديبي دي سيزون حسينا بلي خدمنا ما كناش نعياو في التيران. بون بعد في هذاك العام لعبنا ماتش اميكال العام اللي هبطت في حراش ناسيونال 2 في هذاك العام اللي طلعت انا اون سينيور كانت عندي لعبنا ماتش اميكال ما اسبوار سينيور لعبنا ماتش اميكال كان اونترينر عزيز عباس هو اللي كان في ستاف تكنيك وكان معاه ثاني كلاجوا بشوش اللي شافني في ماتش اميكال نصر الدين بشوش وشغل جا هضر معايا قال لي عندك دي كاليتي ونسحقوك وكذا ومنه طلع لي اون سينيور بقيت نوطريني اون سينيور من داك نتكونفوكا من داك نلعب 5 دقائق من داك فهمني حتى وين خلاص العام اللي موراه اللي بدينا العام اللي موراه اللي شغل العام الاخراني ديالي اخر موسم اللي كنت في الصيف اسبوار ومن بعد الموسم الاخير لك في صيف الرديف كنت طلعت لعب مع الاكابير في نفس الوقت لعب مع الرديف هذاك الموسم توجت بكاس الجمهوريه هذاك الموسم هذاك الموسم تاع بديت مليح في الموسم الاخر ديالي عامي الاخر اون اسبوار بديت مليح كانوا لي ليسونس ما كاش تاع لي سينيور ومشاكل وكذا منا بديت دار فيا ثقه نص بشوش وعطاني لا شونس ديالي لعبت كان اونترينور لعب فيه شغل بشوش فعليا العام اللي فات العام اللي مقبلو
لعبت ماتش تاع مقرا، درنا ماتشين لهنا، درت ماتش شباب، بقينا بقيت نلعب، بقيت نونطريني سينيور، نونطريني وحتى الـ وحتى المام في اوني سبور كان عندنا، كانوا عندنا عيد بزاف لاعبين اللي راهم معايا دوكا اون سينيور، واحد سته لاعبين ولا خمسه كانوا كاع ملاح، كانت عندنا ايكيب مليحه. كان يشاركوا الان مع الاكاديم. كاين يخلف، كاين بيوض حسام، كاين صالح غضبان، كاين رمزي بوسيان ما كانش معانا، كاين خروبي، كاين زيد الدين لاجيمي. كانت عندنا مجموعه مليحه، شغل كانوا عندنا بزاف لاعبين يعرفوا يلعبوا، ومن الناس لونتوراج تاع حراش لي سيبورتير على بالهم بلي عندنا فريق اسبوار مليح بزاف. الموسم هذاك توجتوا بلقب كاس الجمهوريه. وي هذاك الموسم هو اللي كان شغل سيفينير. هذاك الموسم شغل كيفاش نقول لك، ساكريفينا بزاف، عينا كيفاش شغل، ما كاش هذوك لي موايا اللي شغل تكون الاز، شغل ما كناش الاز بصح كنا حابين، كانت عندنا هذيك الاراده، كانت عندنا شغل، كانت عندنا هذيك باش العزيمه هذيك باش ندو كوب دالجيري هذه. وبدينا المشوار، بدينا بشغل رحنا ايطاب ورا ايطاب، ما خدمنا مع اونترينور حيرابي، رحنا ايطاب ورا ايطاب حتى توجنا بكاس الجمهوري. كان عندنا شغل سونتيمون باللي راح ندوها، كنا حاسين، كنا شغل كي نهضروا راح نلعبوا ماتش ولا نكونوا بيتين في الليل كيف كيف في لوتيل ولا شغل غدوه نربحوا، ما كاش كيفاش ما نربحوش. بون وين رحنا لا فينال، ربحنا كاع شغل، درنا اليد في اليد، هضرنا قلنا ساكريفينا ثم كي لحقنا الماء لازم نشربوا، ما كاش كيفاش ما نشربوش، كيما لازم الحال لازم ندوها كيما يحبوا، فاهم؟ شغل كانت شغل سوفينير كبيره بزاف، ولازم كيفاش نقول لك، عشنا شغل، عشنا دي مومون بزاف هايلين مالغري شغل كانوا عندنا هذوك العراقيل وكذا، بصح عشنا شغل جاتنا حلوه بزاف بوالو. شغل الحاجه اللي خلات الانصاري يتعلقوا بكم هو على بالهم باللي انتم على بالهم بالوضعيه تاعنا. شغل مام الانصار عاشوا معنا هذوك اللحظات. لعبنا الماتش، كانت شغل، كانت اجواء بزاف جامي عشتها في حياتي، راك فاهم، لا بريمير فوا نعيشها، وشغل ميور سيفينير في حياتي هذيك هي التتويج بالكاس، وسورتو اوني سبور ماشي سهله باش تفوز بلا كوب. التتويج خلاص سي بون دوك ندخلوا السينيا. محمد، التتويج بكاس الجمهوريه في سين فرديف كان دافع كبير ليك انت وبقيه اللاعبين الصعود الى صين في الاكابر هذا الموسم. وي كان شغل قوات علينا الهضره، الناس قاعده تهضر، عندنا ديجان اوني سبور لازم نعطوا لهم فرصه اون سينيور. كيما كان الحال كي خلاص هذيك لا سيزون، في ديبي سيزون كان جا اونترينور نورمالمون جليد اسماعيل جليد، وين درنا دي تيست هكذايا شافنا بلي نقدروا نمدوا الاضافه للايكيب سينيور. كيما كان العال دار فينا ثقه، بعثنا سنين لي كونطرا ديالنا. شكون هما اللاعبين اللي كانوا معاك اللي تم ترقيتهم من الصين في الاكابر؟ كاين نورمالمون 5 جوار ولا 6، كاين لاجيمي، كاين حسام بيوض، كاين صالح غضبان، كاين يخلف، كاين هادو هما اللاعبين اللي شغل كانت علينا الهضره باش نكونوا اون سينيور، باش نقدروا نمدوا البلوس مام لونتوراج تاع حراش لي سيبورتير كانوا معانا يقولوا لنا لازم يغارديوكم ولازم كذا. الحمد لله سنين جا هذا لونترينر اسماعيل جلي، درنا ديتا، هضر معانا قالنا لازم ندير لكم دي تيست ونشوف، قالنا باسكو ما نعرف حتى واحد، درنا دي تيست، شاف بلي عندنا لي كاليتي، ومام بشوش لاجوا اللي كان معاه هضر له علينا، سما لي جوار، مام لي جوار اللي شغل لي فيدات كيما فارس بن عبد الرحمن، فيصل عبدات، كلموا مع المدرب قالوا بلي وي بالهاني شغل يعرفوا لي كاليتي ديالنا، وقرب لينا ثاني في الفيسيار هضروا معاه قالوا له هاد الشبان عندهم دي كاليتي ولا يقدروا يعاونونا بليطار وكذا. منا الحمد لله شغل شدنا هذاك اونترينر اسماعيل جليد، عاوننا ثاني باش سينينا لي كونطرا ديالنا، وبدا المشوار تاعنا اون سينيور. كيفاش كانت الانطلاقه تاعكم في صيف الاكابر؟ الناس كامل على بالها بالاتحاد الحراش راهو يعاني بوضعيه صعبه بزاف، انطلاقه الموسم تاعكم كانت وي كيفاش نقول لك،
دوك حنا ديجان فاهم، وهاد هاد لا سيتياسيون اللي رانا فيها صعيبه بزاف، تسمى قليل وين تلقى جان يقدر يلعب في هاد المومو الواعر فاهم. هي فبدينا ما بديناش بيا، ما ديمانيناش بيا، ما بريباراسيون لا بريباراسيون تاع ديبي سيزون، ما شغل ما كانش عندنا الوقت الكافي، بدينا روطارك فهمني. تسمى في لي ماتش تكون ما تكونش بهذيك لا فريشر فيزيك شغل، مام الناس شغل كانوا دايرين فينا ثقة، مام شغل مام ما ناش نمدو في تيرا، على بالهم بليك المشكل تاعنا في لا بريباراسيون، ما بريباريناش مليح، ما خدمناش مليح، والناس كاع على بالها بليك دي مارينا روطار، وكان عندنا بروبليم تانيك تاع لي ليسونس، وين حنا ما قدرناش نلعبو في 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 لي تروا في لي تروا ماتش الاولين باسكو الكونترا ديالنا كانت جديده اون سينيور. اول لاعب شاب كان فرض نفسه مع الاكابر في اتحاد الحراش الموسم هذا كان لاعب حسام بيور، وين شفنا قدم مباريات كبيره تالق، كيفاش كانت رده فعل تاعكم انتم لاعبين شباب؟ اسكو هذا حفزكم باش انتم تزيدوا تخدموا وتفرضوا نفسكم على الاخر؟ دونك الفرصه الاولى اللي منحها سليماني هو كان منحها لحسام بيور، وين ادى مباراه شغل ادى مباريات جميله، وين سجل هدفين ثانيك، وين شغل سليماني شغل زاد شاف بليك هاد لي جان ماشي زعما غير بالهضره ولا سما، عندهم دي كاليتي يقدروا يلعبوا. الحمد لله شغل ادى مباريات، وين شغل حنا فرحنا شغل كانت عندنا هذيك شغل كنا فيار به حنا لي جان باسكو شغل بينا في صوره شابه فاهمني. الحمد لله من بعد زاد مد الفرصه لبزاف لاعبين كيما يخلف غضبان ثانيك ادوا مباراه او مباريات جميله، ومن بعد جات جا هضر معايا بليزير فوا يجي يهضر معايا قال لي انت راني حاب نلعبك زيد خدم زيد صبر ما تقلقش. وشنو كنت نتكونفوكا لي ماتش كاع تكونفوكيت فيهم، كنت ندخل دي مينيت سان مينيت شغل كان حاب يدخلني شغل ايطاب بار ايطاب، ما كانش حاب يحرق لي لي زيطاب هذوك فاهمني. شغل دار فيا الثقه وين دخلني مع مديه كنا خاسرين، وين قد كي جا مدخلني في البون هضر معايا قال لي انت اللي تجيب لي اليوم بيناتي وتسلكني من الخساره، كيما كان الحال دخلت جبت بيناتي وين زاد دار فيا هذيك الثقه. المشاركه تاعك امام اولمبيا المديه وتحصلت على ضربه جزاء، فريق تاعك دا نقطه ثمينه جدا في هذاك الوقت، كانت بمثابه الانطلاقه الاولى تاعك مع الاكابر هذه الموسم. وي كان شغل زاد شغل دار فيا كونفيونس اونترينر سليماني دار فيا هذيك الثقه، وين شغل مديت له البلوس في هذاك الماتش شغل سلكت ليكيب من الخساره راك فاهمني. الحمد لله شغل كان شونجمون في هذاك الماتش كي دخلت مديت البلوس تبدل اللعب زاد دار فيا هذيك الثقه، ومن هذاك الماتش شغل ما زدتش جا هضر معايا قال لي ما زدتش تلعب وما زدتش تنحى، والحمد لله راني نأدي في مباريات شابين. بعدها رحنا الاربعاء ام الاربعاء شغل ما لعبنيش ديك شغل الظروف تاع المباراه شغل انا فهمتها واش كاين واش ما كاش شغل الظروف تاع المباراه ما لعبنيش، وين عاودنا ولينا لافيجري استقبلنا ساري غيليزان وين زاد لعبني دونطري، تسمى كي لعبت دونطري مع ساري غيليزان فهمت بليك الماتش تاع امل الاربعاء الظروف تاع المباراه كيفاش كانت لازم لاعبين سبيسيال هذاك الماتش هذاك. وبعد دخلت مع غيليزان راك تعرف كان شويه بريسيون شويه ستراس اول مشاركه ديالي كاساسي كان عندي هذاك ستراس، من بعد كي دخلت للماتش وكدا ولعبت والاخر نسيت كلش ومديت كاع واش كاين، وين شغل لي سيبورتور كاع يتسالوا هذا اللاعب وين كان علاش هو مريح في البون دو توش علاش ماهوش يلعب، مام لونترينر سليماني هضروا معاه قالوا له لازم تعطي له الفرصه ديالو يلعب وكدا ومنا. الحمد لله شغل ما خيبش ظن اللي كانوا دايرين فيا ثقه، ومام الثقه تاع سليماني ما خيبتهاش شغل مديت له واش كان يستنى مني. بوكردو شفنا لاعبين كبار مروا على اتحاد الحراش في السنوات الاخيره وين الفريق كان يقدم مستويات كبيره في الرابطه الاولى، شفنا بغداد بونجاح بني الضو هشام بن قروي، كان الفريق هذا بوابه لهم للتالق ومن ثم الاحتراف خارج الوطن. شكون هو اسكو انت حاب تسير على النهج تاعهم تتالق مع هذا الفريق تحترف، شكون هو لاعب اللي كنت تعتبره انت قدوه لك الفريق هذا؟ بون فريق اتحاد الحراش هو مدرسه الناس كاع على بالها، هو اللي مد لي نفس جديد في كره القدم، هو اللي خلاني نعاود نحب
كرة القدم. بون خرجوا بزاف ديال الجوار من هذا الفريق العارق، باسكو مدرسة كيما بغداد بو نجاح، كيما عبد المؤمن جابو اللي نجح لهنا وطرطق لهنايا، كيما بوعلام حامية، كيما حراك، كيما بالعربي اللي راه في اتحاد العاصمة. شغل كاين بزاف ديال الجوار جازوا على هذا الفريق وراحوا لمستويات مستويات عالية واحترفوا وراحوا الفريق الوطني. ان شاء الله انا لوبجيكتيف ديالي الاولى هي في هذا الفريق، ان شاء الله نسلك هذا الفريق ونردوا الاعتبار ديالنا للمناصرين باش يسامحونا وشغل نخلوا الفريق هذا في المكانه ديالو اللي لقيناه فيها نخلوها فيه. ولوبجيكتيف ديالي دوزيام ان شاء الله تكون عندي دعوه من المنتخب الوطني. ان شاء الله طموح كبير ليا، ومام كشغل حلم تاع الوالده الكريمه والوالد. يا رب حفظ. بدون شك تعرف مليح اللاعب محمد بوكردو، وتقدر تقول لنا على هذه الموهبه صحيح. محمد بوكردو سي كيما يقول لك موهبه، كيما يقول لك القوه تاعو سي تكنيكمون، عنده لا فورس تاعو تكنيكمون، المراوغه تاعو هذه هي القوه تاعو، وما كاش لعاب يراوغ كيما هو اكتيالمون دركا كيما رانا نشوفوا اللاعبين بهذا اللعب اللي راه يلعب فيه، وراه يدخل ويزيد يمد الاضافه كما المقابله تاع مع ارزيو، مد اضافه كبيره ودار مقابله جميله بزاف بزاف، والدوزيام بيت من عنده. واش نقول محمد؟ نقول له بوكردوح، نقول له لازم العمل العمل العمل، ما كاش حاجه فوق العمل، لازم الخدمه يخدم 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 حتى ان شاء الله ربي كما يقول لك يزيد يطور القدرات تاعو. اذا مشاهدينا الكرام، رانا هنا في منزل الموهبه تاع محمد بوكردا في وسط العائله تاعو، دوك يعرفنا على افراد العائله تاعو. بون السلام عليكم، هذا الوالد الكريم ديالي، هذه اختي صغيره بشرى، هذه خالتي شغل قريب ليها بزاف، مربي شغل مربي تقدر تقول مربي معاها وعندها عايشه عندها نروح عندها بزاف، خالته ليلى، وهذه الوالده الكريمه، هذه هي اللي ضلت تشوفي معايا، وهذه ماني ربي يشدها لي ان شاء الله ان شاء الله، ضلت تدعي لي مسكينه ولا غدلت تدعي لي. هذيك مريم اختي تانيك صغيره، مازالوا زوج خياتي، هذيك بوتينه بنت خالي تانيك. اولا نهضر مع والد محمد، واش تقدر تقول لنا على الموهبه اللي عنده محمد؟ راه يلعب في فريق اتحاد الحضاش فريق كبير، واش تقدر تقول لنا عليه؟ يا خويا نقول الحمد لله، خاطر اش هو بدا في رويبه، كيما دخل بدا في رويبه وراح لوسندي، وبعد من لوسندي عاود جا للحراش، وفي الحراش بان يعني بانت الموهبه تاعو. انت يعني تبعته بدون شك ملي كان صغير؟ بيان سور تبعته، انا دخلته في الكاراتيه، ومن بعد الكاراتيه خرج من الكاراتيه راح للبالو، قال لك لازم البالو. قولي لنا، احكي لنا على الموهبه تاع محمد كيفاش كي كان صغير. السلام عليكم. محمد ملي كان صغير عنده موهبه تاع البالو، يحب البالو، تبع البالو، دخل مع باباه دخلوا الرويبه، لعب البالو، وقفنا معاه يروح يجي من القرايه يروح يدير البالو، في الليل يروح يلاقيه يجيبو ناسو نقيل واقف عليه، والحمد لله. ودوكا راكي فرحانه بها؟ دوكا راني فرحانه الحمد لله، ونتمنى له النجاح ان شاء الله، ونتمنى له ان شاء الله نشوفه في الفريق الوطني ان شاء الله. هذا هو الحق، قلت لك مقبل اللي راه فيها، وربي يحفظه وربي يعيش ان شاء الله. ان شاء الله تفضلي الخاله تاع محمد. هذه خالتي مربي الام راهي. انا واش نقول نتمنى لمحمد ان شاء الله النجاح، ان شاء الله يا ربي نشوفه في قمه ان شاء الله. ومحمد
انسان مليح عاقل متربي عنده النظام في كلش. ونتمنى له ان شاء الله كما قالت يمه نتمنى ان شاء الله نشوفه في الفريق الوطني ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني شنو هو الحلم تاعكم انتما كعائله؟ انا الحلم تاعي ان شاء الله نتمنى له النجاح ونتمنى نشوفه في ليكيب ناسيونال ان شاء الله ان شاء الله مع برماضي. هاي البركه تاعنا الجده تاع محمد. واش تقولي لنا على محمد؟ انا نهار الدين نطلب له ما ندعيله تدعيلي مالك تدعيلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي تدعي لي مسكينه دائما تضل في دعائي. اليوم الاخت الصغرى تاع محمد واش تقولي لنا على محمد؟ محمد يعرف يلعب بزاف بالو نتمنى له النجاح والتالق والتالق نتمنى له نشوفه في الفريق الوطني. نتمنى له النجاح. محمد تحبي تشوفيه يلعب؟ ما فاش تشوفيه يلعب كرة قدم؟ واش راكي حابه هناك حابه تشوفيه يلعب مستقبلا؟ كيف ناسيون كنتي تراك فرونسي ناسيون لاعب لاعب في المنتخب الوطني محرز ظل تحكي لها على محرز. حبيبي محمد كيما محرز حبيت تشوفيه يلعب معاه ان شاء الله. يعطيك الصحة نديرو ان شاء الله نتاع الوطن. كرنا قبل ما نختموا الحصة تاعنا وشنو هي الكلمة الختامية اللي تقول لنا؟ على كل حال نشكركم على هاد الاستضافة يعطيكم الصحة صافي بليزير وشغل اني فرحان بزاف بهاد الحصة هادية ونشكر الوالدة تاعي والوالد تاعي الكريم. إذا المشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام حصة موهب ديزاد التي استضفنا فيها في عدد اليوم موهبة اتحاد الحراش محمد بوكردوح. إلى اللقاء إن شاء الله في عدد أخرى ومواهب أخرى إن شاء الله من مواهب البطولة الجزائرية. ما يبارك خلاص ما تضحكيش تضحكي شحال من خطا نقول هاد الضحكي هاي هاي بسني بس ولا قال خير بس باي باي. هاي اللي تحبي محرز باي باي.